بالسيبيريا. مساكم الله بالخير جميعا. اليوم ان شاء الله جايبين لكم جيم جميل لباتل سبيريت ساغا، مجموعتين مختلفين. المجموعه اللي عندي هي المجموعه الصفراء اجرو ومجموعه خصمي اللي هي الوايت ديفنس ديك. حاليا راح نبلش بالجيم بلاي عشان تشوفون شلون طريقه اللعب. طبعا مثل ما قلنا لكم، لعبه باتل سبيريت ساغا لعبه فيها نسبه الحظ قليله جدا، تثبت نفسك بالجيم ان شاء الله. يلا كل واحد يقص مجموعة الثاني قبل أن نبلش الجيم. حالياً راح نقض دايس، واللي فوز ينقي منو يبلش. من اللي فاز أنا اللي فزت، فراح أنقي أنها تتبلش أول. كل واحد يبلش الجيم بأنه يسحب أربع كروت، واحد اثنين ثلاث أربع. الوين عقب ما كل واحد يسحب أربع كروت تنقي تبي تسوي مولجن أو ما تبي تسوي مولجن. أنا عن نفسي عجبوني فراح اخليهم لاني خليتهم اسحب كرت. انت شو الوضع وياك؟ انا الامانه كيب حد هنا راح اسحب هم من كرت. حلوين، انت تبلش. طبعا الحين بدايه دورتي راح اسحب كرت. حلو. طبعا عندي انا اربع كورات، فاللي راح اسوي يا محفوظ السلامه راح العب هالكرت. حلو. باي 3 كور 1 2 3 1 2 3 راح احط له الكوره. اوه خاصيه ممتازه، اذا بلك ياخذ كوره من برا يركبها عليه، شيء ممتاز وطيب. احاول ان شاء الله اني اقول لك الحين ان طبعا حاليا دوري اسحب كرت، اخذ كوره من برا هني، اللي بلش ما ياخذ وهو ما خبه. نسوي وياه. اوكي راح العب لك الكرت هذا، سعره ثلاثه 1 2 مينتين. اول ما ينزل الملعب ابطل اول كرتين من دكي، اذا كان كوستهم 2 اخذهم ايدي، اخذ كل كوستو وابطل. اوب يعني كوستهم 2 شنوصي واخذهم ايدي واركب عليه بعد واحده. كم قوة وحشك؟ قوة وحشي 3000. عالية همان 3000. راح اختار ان انهي دوري دورك. حلو. اسحب كرت. اوكي. راح يردون اللي بالريزيرف وراح تصير لي كورة زيادة اضافية. حلو حلو. والوحوش النايمة اللي صايرة سسبند. سب لها ان سسبند. وطبعا الحين اللي راح العبه اللي هو هذا بثلاثة، لكن شنو؟ عليه خصم واحد لانه عندي واحد بالملعب فراح يلعب اثنين. واحط واحدة تومنتين. هذا شنو خاصيته؟ خاصيته اذا كان ليفل 2، اذا كان ليفل 2 يصير 4000 اذا بلك. اذا بلك باورات عاليه والله مصيبه انت. زين، وحاليا اللي راح اسوي زياده راح اركب عليه واحده ثانيه عشان يصير ليفل 2. باورات عنده جدا عاليه، اذا بلك هو 3000 وزيد 4000 يصير 7000، مصيبه هذه. بس ان شاء الله انا راح اداركها. عندك دوري اسحب كرت. طبعا حاليا ناوي العلنيه، لكن شوي 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 شوي. حلو، نبي نكبر ايدنا ونجهز له ملعب طيب، فايش راح نسوي؟ راح نلعب هذا الفيلد. الفيلد كم سعره؟ أربعة، لكن انا عندي وحش ياخذ خصم واحد فصار سعره ثلاثة. حلو. الفيلد ما يحتاج وحدة تومينتين. خد هذه ورا. ركز اسوي وياك. العب لك السبيرت هذا. سعره اثنين، ياخذ خصم واحد فيصير سعره واحد. وواحد تومينتين. خاصيته لما يجي الملعب ابطل اول كت، ان كان فيبل بيست اخذه ايدي. ايه بالبيست يروح ايدي. لا لا ما خلصنا على كذي. لا لا قبل شنص وايد افكت الفيلد. اذا لعبت فيه بالبيست انومه اسحب كرت، هاندي بدا يزيد وان شاء الله الوعد بعد شوي. انهي دوري دورك؟ درو. بعد اردهم الريزيرف واخذ واحده زياده. حلو 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 يا محفوظ السلامه. اللي راح اسويه راح العب هذا الوحش بأربعة. أوه. لكن الخصم عندي اثنين فراح يصير خصم اثنين فراح ينزل اب اثنين واحدة تومينتين. وطبعا اول ما يلعب يشتغل افكته، ارد سبعة كوست او اقل سبيريت بيد صاحبي، فراح اقول لك رد هذا بيدك. يحاول يخرب علي ملعبي لكن الوعد قدام ان شاء الله. واقول لك ادم اي دوري اسكرت، يقومون الاشياء النايمة، الكورات اللي بالرزير اللي بالدروب يردون واخذ واحدة اضافية. حلو، العب لك هذا الكرت بعد مرة. واحد وانتو مينتين. خاصيته لما يلعب اكشف اول كرت، ان كان فيبل بيست اخذ ايدي. فيبل بيست. لا اخذ ايدي. لا قبل تشنص لا. حبيبي ما خلصنا على كذي، افكت الفيلد بعد مرة. نومة واسحب كرت. بدا الهاند يرتفع. والعب لك اودي. 6 ناقص 3. ليش 3؟ الفيلد ينحسب يعطيني خصم واحد. فصار سعره 3. وين تو مينتين؟ لا 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 طبعا خاصيته اذا كان ليفل 2 او 3 بالاتاك ستيب مالي يزيد كل اللي كوستوم 2
2000. الخاصية الثانية إذا كان عليه 3 كورات إذا هجم أقوم سبيريتين كوستوم 2. الوعد بعد شوي دورك. يا ساتر هذا لازم أرد بيده أسرع وقت. درو طبعا أي شيء أنسسبند أرد أقومه وأرد أخذ اللي بالتراش أردهم بالريزيرف وأزيد عليهم واحدة. حلو. بالبداية راح أسوي لك شيء عشان أموهك، راح أحط لك بيرست. أوه. عشان وقت الهجمة بعد شوي شوية تخاف. وطبعا راح ألعب لك هالكرت سعره 3 كوستة 3 لكن عنده خصم 1، فعندي أوردي 3 فراح ينخصم منه 1 فراح يصير 2 بالفرش واحدة سومينتين. وطبعا يا محفوظ السلامة فك السبيريت يا محفوظ السلامة أخذ كورة من برا وأحطها على سبيريت عنده أون بلوك، فيعني راح أحطها مني عشان أكبر هذا. يكبر كورات. راح أقول لك عندك. دوري أسحب كرت يرد يقوم يردون وأخذ واحدة. ألعب لك هذا الكرت ما عنده خاصية لكن للآجرو واحد وأنتو مينتين همن هذا واحد وأنتو مينتين بدنا نترس الملعب. كم على قوة عندك؟ هذا قوته 3000 لكن هذا شنو؟ لما يبلك يزيد 4000 يعني قوته 1000 قوته 3000 فيزيد 4 يصير 7000. قواتك عالية وهذه مصيبة. راح أركب هذه الكورة على هذا اللي قوته 5000 بس انهي دوري. دورك. تمام اسحب كرت. حلو ارد نسوي انسسبند حق اللي مسوي لهم سسبند بس ما عندنا كل شيء واقف. نرد ناخذ اللي بالترش الكورات ارد بالريزيرف وناخذ واحده زياده. حلو راح ارد كوره مني راح ارد كوره مني راح يصيرون عندي 5 كورات. راح انزل لك البيج بوس. اوه سعره 7 كوستة 7 لكن عنده خصم 3 على كل سبيريت موجود لكن عندي 4 فراح يصير خصمه بس 3 فراح يصير ب4 وواحدة تومينتين. هذا الكرت سعره 7 ياخذ خصم 3 فصار سعره 4. حلو شو يسوي هذا الكرت؟ وطبعا الوحش اللي نزلته هو السبيريت طبعا لما يبلك ما تقدر تشيل منه كرات ما يقدر يموت باي باتل وما يموت باي ديستركشن. اوه يعني شيء حتشوفي من الاخر. ومني راح اقول لك باص. اسحب كرت يردون واخذ واحده. حلو راح اركب عليه واحده صار عليه 3 كورات. الفكت الثاني صار جاهز. حلو العب لك هذا السبيرت صار 1 وانتم مينتين. الفكت الفيد لما ينزل انا وما اسحب كرت. افكت ون سامند اكشوال كرت اذا فيبل بيست اخذه مو فيبل بيست يروح المقبره. سب بيرس حبيبي وين يوم تشغل سمن الدفك ارد اي سبيرت عندك بالملعب لتوب ديك. من راح تنقي اتوقع ما يبي له كلام هذا حبيبي. راح العود يا شباب كرات ترد الريزيرف وهذا يرد التوب ديك. اوكي مصيبه هذا الابيض يبي دافع عليه متى يا اخي. ويروح الكرت ترش. حلو العب لك هذا الكرت 1 وانتو مينتين وهركب على هذا عشان يقول 3000. انهي دوري. درو اول شيء اللي انسسبند يردون يقومون واللي بالترش يردون يون مني ويزيدون عليهم كوره زياده اضافيه. طبعا عشان اذكرك افكت الحبيب هذا اذا صار ليفل 2 اور 3 اذا انت ما هجمت ما شلت لايفه من عندي بنهايه دورتك راح تروح لايفه من عندك ليل ترش. فتدري شنو راح اسوي؟ ركب عليه يا حبيبي يصير 3. اشتغلت الافكت حاليا بدورتي افكت. وثاني شيء بعد نسويه ننزل لك العود هذا اب 1 ونحط عليه واحده تومينتين واحده مني تومينتين. اقول لك دوري اسحب كرت رد يقوم يردوا هذيل واخذ واحد رد هذه ورا العب عودي بعد مره بثلاثه وانتو مينتين افكت اذا لعبت فيبل بيست انومه اسحب كرت وانهي دوري. دورك افكت رد واحده باللايف ليله رش. اوه اسحب كرت يردون اللي بالريزيرف وزياده واحده ترد. معناته لازم اسرع باني انهي الجيم هذا كل دوره يحرق لايفه.
بدا الوضع يصير مؤقت يا شباب. بس اسحب كرت يردون واخذ وحده. حلو هذا يرد يوقف. العب الكرت واحد وانتم انتين ابطل اول كرت. اذا كان كوستو اخذ يدي كوستري راح مقبره. العب بعد مره واحد اي وحده ابطل اول كرت كوستو اخذ يدي. اركب هذه هني وين هي دوري دورك افكت التراش يا حبيبي. اوه احنا لحد الحين يا شباب ما نخطط الوعد بعد شوي باذن الله تعالى. اللي بالترش يردوه رزيف لكن ما عندي شيء بالترش ناخذ واحده زياده. طبعا خذ واحده مني. طبعا شويه لازم نشط شويه لازم نحرك اللعب نحط هذا له كورتين فراح يصير ليفل 2 يصير اتاكر 7000. اعلى واحد عندك كم؟ 5000. فراح ادش باسل. اوه فراح نقول اتاك فلاش نو فلاش فيدي نو فلاش. انت فلاش ولا نو فلاش؟ نو فلاش. انا راح اقول نو بلوك راح اخذها. اوكي عندك. اوكي يا الوقت اني اراويك الويل. طبعا انت رديت كوراتك ضبطت امورك ضبطت الدنيا يه. حلو قبل ان نشبت الستيب نركب الكورات نركبهم وندش الباتل ستيب. اتاك فلاش نو فلاش نو فلاش. انت فلاش نو فلاش. انا نو فلاش قوتي 5000 انا قوتي 3000 وهذا زايد كل كوستو 2000 5000. ها لك وين بلوك؟ اكيد بلوك لكن راح اصد بلوك مني. كم قوتك؟ 1000 يموت مالك. حلو اتاك بعد مره 5000 فلاش وين فلاش؟ نو فلاش. انا نو فلاش بلوك وين بلوك؟ بلوك. حلو حلو مالي اقوى يموت مالك. يموت اللي عندي. ترد الكرات بالريزيرف ويروح الكارت بالتراش. اتاك فلاش وين فلاش؟ نو فلاش. اه نو فلاش 3000 بلوك وين بلوك؟ اكيد بلوك. حلو. بلوك افكته احط كوره عليه. زياده عليه. حلو نفس القوه يموتون يموتون مع بعض يردون الكرات بالريزيرف ويروح الترش. يا الوقت الحصان يهجم وقف لما يهجم يقوم وحشي كوستوم 2 الويل يايلك. فلاش وين فلاش؟ نو فلاش. انا نو فلاش قوه مالي 6000. حلو بلوك وين بلوك؟ اكيد بلوك بالكبير والكبير افكته ما يموت باي باتل ولا شيء. راح يموت مالي بس. حلو. اتاك فلاش وين فلاش؟ نو فلاش. انا نو فلاش بلوك وين بلوك؟ بلوك. مالي 3000 مالك كم؟ 1000 يموت مالك. يروح اتاك فلاش وين فلاش؟ نو فلاش اكيد راح استخدم هذه باي 2 لان عندي 2 فراح اخذ خصم 2 ارد اقوم واحد من اللي عندي. بلوك وين بلوك؟ اكيد بلوك. يموت مالي. حلو اتاك فلاش وين فلاش؟ فلاش. حلو شيل كورتين وارد استخدمها مره ثانيه وارد قاعده مره ثانيه. بلوك وين بلوك؟ اكيد بلوك. دبري يطشرنا لكن ما خلصنا شيء. اتاك فلاش وين فلاش؟ نو فلاش. انا نو فلاش نو بلوك راح اخذ لايف اوت. اتاك فلاش نو فلاش؟ نو فلاش نو فلاش نو بلوك اخذها وارد. اتاك فلاش وين فلاش؟ نو فلاش. انا نو فلاش نو بلوك نو بلوك نو بلوك. اتاك فلاش وين فلاش؟ نو فلاش. انت فلاش فلاش. شغل هذا الكرت سعره 2 يختار كل السبيرتات اللي كوستوم 2 يرد يوقفهم. لا ايه يقومون كلهم والهجمه راح عليك الحين 2000 راح وخذ لك هذه فلاش وين فلاش؟ نو فلاش نو بلوك نو بطيخ. جيم جميل طبعا مثل ما شفتوا كان جيم خفيف لطيف جميل للعبه باتل سبيرت ساجا. لعبة نسبة الحظ فيها قليلة تنافسية جدا سهل انك تعلمها. هذه المنتجات تاخذ السارترين وبوكس على 50 دينار عرض مؤقت. لحقوا عليه يا شباب حياكم الله بلعبتنا لعبة باتل سبيريت ساغا.